ضاقت الأرض عليهم بما رحبت في قطاع غزة، فأقاموا مخيما للنازحين بالقرب من مكب النفايات في غرب دير البلح وسط قطاع غزة. لم يجدوا إلا هذا المكان لإقامة هذه المخيمات، على الرغم من إدراكهم الكبير من المخاطر الصحية والبيئية التي تواجههم. نساء وأطفال أصيبوا بأمراض جلدية مختلفة، حتى العلاج لم يتمكنوا من الحصول عليه. دخلنا إلى هذا المخيم وكانت المشاهد هنا صعبة جدا، لا سيما على صعيد الأمراض الجلدية التي أصيب بها الأطفال. عموما معنا السيدة أبو عمر، وهي واحدة من الذين جاءوا إلى هذا المكان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يرضى عليك. أنت مش أول مرة بتنزحي، لا ليس بس مرة. ليش جيتي إلى هذا المكان رغم أنه في جنبك مكب للنفايات؟ لأنه قالوا في عندنا مكان، قالوا دير البلح مناسب، ولما انشردوا من رفح جينا نزحنا. قالوا المكان كويس، بس لما شفنا المكان ما لقيناش فيه إشي مناسب بالمرة. أول ما جينا لقينا المكب هذا تاع النفايات، والكل يجي الله يعزك يجي من برا يجي يكب، يعني عفوا الوسخ يجي يكبوا هنا عنا. وصل عند الخيام، هاي أنت شايف الخيام، طلع إحنا وين عايشين، شايف الخيام، الأمراض كلها تجينا، الأولاد يمشوا على الزبالة حافين، الأمراض كلها انتشرت فينا. أنا واحدة من الناس، أنا صار معي رفة من الزبالة ومن هذا. الأطفال وين يلعبوا حافين على الزبالة، أولادي أنا كله انتشر فيهم حب. إيش اللي صار فيهم أمراض أولادي؟ أول شيء إسهال، بعدين نزل معوية، بعدين الحبيبات اللي صار يطلع في جسمهم، بعدين اللهم صل على سيدنا محمد إبر الأنسولين اللي على الأرض كمان خشت في رجليهم. الأولاد ودناهم حتى مش قادرين نودع على المستشفيات، لأنه فيش مصاري، فيش مادة، فيش إشي. الزبالة صار يفتح الأولاد الكياس تعات الزبالة ويلعبوا فيهن، هاي لعبتهم الزبالة، حافيين الأولاد لأنه فيش مصاري نجيب صنادل. الله يعزك. الفواكه اللي يبيعوهن اللي يرمون إنها هذا الليمون والحاجات هذه، ولا يبيعوهن برخيص، يرمون على نفايات ليجي الأولاد يأكلوا منهن، مش حرام؟ في الآخر نشيل الختيارية اللي عندنا، العجائز اللي كبار في السن مرضوا. معاناتك مع الأطفال المرضى، خاصة نحن نحكي عن واقع طب صعب، هل متوفر علاج؟ في أطباء قادرين يعالجوا ولا الواقع العمل الصحي صعب؟ ولا حاجة متوفر، لا الوضع الصحي بالمرة صعب صعب صعب. وإحنا المنطقة اللي إحنا فيها هذه مهمشة، يقول لنا نجيب لكم دعم، ما جابوش دعم. مية حلوة، أو الله وكيلك صفحاتي أنا، هاي الكلى وقفت عندي، اغلب الناس كلها الكيلو وقفت عندها، لانه مش ميه حلوه، ميه الله يعزك اقول لك ميه مجهري، مش ميه حلوه. المي اللي قلنا نجيبها نظيفه، يقول لنا المنطقه مهمشه، فيش فيها لا اكل لا شرب. انا واحده من الناس هنا، انا حامل، انا مش قادره انا اتاقلم، توي انا 100 مره صيحت للامانه، احنا بدنا نروح يا جماعه، بدنا نروح معي، احنا متنا، احنا بنموت واحنا عايشين. احنا هذه الكلمه بس وصلها للكل، احنا قاعدين كنا في المخيم بنموت واحنا قاعدين، يعني أبو 20 سنة عفوا صار عمره 60 سنة، أبو 40 صار 100، خلاص زهقنا. كان الله بالعون، كان الله بالعون. أنا جيت بوعي فيش أواعي فيش ملابس. كان الله بالعون. بلا شك المشهد صعب جدا هنا، كما ذكرنا مجمع للنفايات في داخل هذا المخيم، في ظل اكتظاظ هذا المخيم بعدد كبير من الأطفال واستمرار انتشار الأوبئة والأمراض التي لم يجدوا حتى الآن أي مقومات علاجية أو منظومة دوائية صالحة أو قادرة للعمل على معالجة هؤلاء الأطفال داخل قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.